أنا قلقانة يا دكتور. أنا اللي قلقان يا هانم. يعني حالتي خطيرة؟ أنا اللي حالتي أخطر. مش فاهمك يا هانم، أنتي حالة نادرة في عالم طب النساء. ما شاء الله كل حاجة في مكانها، والنسب كلها متساوية ومتوازية. يعني جسمك ده يدرس في عالم التشريح. أنا بقى اللي إن شاء الله هشرحك، بس بعد ما أقتلك يا خاين. يا خاين يا خاين. رجاء أرجوكي ما تفهمينيش غلط. 30 سنة فهمك غلط، دلوقتي بس فهمتك على حقيقتك. أنا عايز أفهم بقى اللي متلقحة دي فيها إيه أحسن مني؟ لا فيها دي أصلها مسكينة، وأنا برفع من روحها المعنوية. يا سلام يا أخويا، ما أنا معاك بقى لي 30 سنة، ليه ما حاولتش ترفع روحي المعنوية؟ على طول سايبها في البدروم. هرفعها إن شاء الله حين ما يصارها. مش هتلاقيها عشان روحي خلاص طلعت. طلعت إمتى؟ ما حدش قال لي. قولوا لي بقى يا ولاد، هو أنتوا بتقفوا طابور في المدرسة؟ ايوه بنقف طابور. وبعدين بتغنوا النشيد الوطني ولا ما بتغنوش؟ بنغنيه. انتوا عارفين النشيد الوطني ده اتالف على ايامي؟ انا هغنيه لكم، انا بحب الاغنيه دي قوي. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجالة. صوتك وحش يا هنا. صوتك وحش. يخصى عليك. وانا صوتي وحش؟ ده انا صوتي حلو قوي على فكرة، بس انا خلاص مش هغني. ده انا هحكي لكم حكاية دلوقتي، انما ايه غريبة شوية زي كل مرة يعني يا انا. بالظبط يا دودو، زي كل مرة. عارفين عمو سمير وطنط رجاء؟ طبعا عارفينهم. عمو سمير وطنط رجاء كانوا بيحبوا بعض قوي قوي قوي، وما كانوش بيزعلوا من بعض ابدا، كانوا سمنه على عسل. لحد ما في يوم حصلت حاجه غريبه قوي. حصل ايه؟ اتخانقوا مع بعض خناقه كبيره، وكانوا عايزين يتطلقوا. فعلا؟ فعلا. ليه كده؟ معرفش ليه كده لحد النهاردة، مش عارفة ليه كده. أكيد كان في حد ظارفهم عين. علي النعمة أنت ما بتفهم في الكورة. طب الجون ده أوفسايد. أنا بقولك أوفسايد، الحكم ده ما بيفهمش في أي حاجة. طب أساساً بقى إحنا لينا بيلن، والبيلن ده ما تحسبش، والأهلي حديد على فكرة. يا ابني انت بتفضل طول عمرك بتفتي وكلامك بيطلع غلط. علي لولو عايز اتكلم معاك. الفيلم ايه؟ قال لي عامل ايرادات، ده انت لسه ما شفتوش لغايه دلوقتي؟ انا شفته لعلمك، ده فيلم سكه بقى، ما فيهوش غير حته رقاصه. مالها رقاصه يا علي؟ وحشه قوي. مراتي احلى بكتير. أكيد طبعا مراتك أحلى بكتير. إزاي بتقارني بالأشكال دي؟ أشكال دي كلها شد ونفخ وسيليكون، إنما مراتك طبيعي يا علي، كله طبيعي يا علي. ها طبيعي. ما تبس بقى يا إنجي، عيب كده، سيبيني أكلم الراجل. أنت اللي عيب عليك، اقفل معاه وركز معايا شوية. طيب هقول له حاجة مهمة وبعد كده هتكلم معاك. اتفضل. أنا بقى هحكي لك الفيلم من الأول. بص يا سيدي، البطل كان ماسك لمراته ساتور كبير كده. وبعد كده قام ماسك الساطور ده وقام ضربه في دماغ البطله قسمه نصين. لا ده انت بتحكي غلط خالص يا علي، انا شفت الفيلم ده، البطله اللي كانت ماسكه لجوزها ساطور اكبر قد كده، وقعد تقطع فيه حتت صغيره كده وتعبيه في اكياس، اصلها كانت مفروسه منه عشان كان بيتكلم في التليفون وسايبها. خلاص بقى يا رجاء، ما خلاص بقى. ايه ده كل ده عشان عالجت المزه المريضه الغلبانه المسكينه؟ يا سلام يا اخويا، والمريضه اللي عايشه معاك هتعالجها ازاي وامتى؟ يا سبب مرضي. انا سبب مرضك؟ انا مستحملك 30 سنه ما فتحتش بقي ولا قلت اي. كل الازواج اللي حواليا انهاروا، اللي طلق مراته، اللي اتجوز عليها، اللي رماها من فوق البلكونه، اللي خنقها، كل ده وانا صامد. لا انا اللي صامده، انا اللي صابره عليك. ده انت تجنن عفريت. عموما انا اللي غلطانه، انا كان متقدم لي بقى ابن خالتي طيار. وقع بالطياره ومات. كنت عايزه تبقي ارمله؟ وتقدم لي بعد كده مهندس احمد نور عز الدين.
ولع في نفسه ومات، كنت هتبقى أرمالة برضه. وتقدم لي كمان؟ كلهم ماتوا، كلهم راحوا، إنما أنا صامد عشان ربنا معايا. بس يا سيدي، عارف قابلت مين أول امبارح؟ فاكر الواد رينجو اللي كان معانا في إعدادي؟ اللي كان معانا في إعدادي يا ابني. طب استنى أنا هحكي لك بقى ابتدائي من الأول. علي! طب اقفل بقى عشان الأنبوبة فرقعت. أنا أنبوبة؟ إيه فيها يا إنجي مالك؟ هو إيه اللي فيه إيه؟ بقالك ثلاث ساعات بتتكلم في التليفون لحد أما نظري ضعف. طب أنت عايزة إيه دلوقتي؟ عايزاك. ليه؟ علي قصدي يعني عايزة نتكلم مع بعض، يعني نتكلم مع بعض، بقالنا كتير ما عدناش نرجي مع بعض. أمال إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا بنتخانق يا علي، بنتخانق. ما أنت اللي بدأت الخناقة أهو. علشان أنت سايبني يا علي، مش حاسس بيا خالص ولا شايفني جنبك. بتحب تتكلم ويحللك الكلام قوي مع الجيران واصحابك وزمايلك، حتى مغاوري البواب بتحب تقف ترغي معايا، انما انا مفيش خالص. اول ما بتشوفني سكتم بكتم يا علي، ما بتحسش بيا، وعين بتاكل سد الحنك وعلى طول مكشر اهو. 111 في ايه يا البومك؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ يعني انا عايزه نقعد نتكلم مع بعض يا علي. اقفل تليفونك، انت تقفل تليفونك وانا كمان اقفل. هقفل تليفوني، هقفله بس بعد ما رد على جوجو. اول مره تكلمني متاخر كده. هيا جوجو. ايه يا حبيبتي؟ ما في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ اهدي بس وفهميني في ايه. نو يا رجاء ارحميني، انا اتخنقت من كتر الخناق. انا مش قادر افهم، انت كمان غلطان ومش عاجبك؟ أنجي يا حبيبتي خليكي محضر خير. وهيجي منين الخير؟ بقى تعاكس المريضات بتوعك قدامها ومش عايزها تزعل؟ يعني لو عكستهم بعيد عنها هتنبسط؟ كان عايزة الحرق. سكت مراتك ما هقتلها لك. أسكتها صعب، اقتلها أحسن، وأنا هقول إنها انتحرت. بقول لك إيه يا أنكل؟ لا أنكل إيه بقى؟ أنت تعتذر لها دلوقتي حالا، حالا أهو، وهي براحتها، يا تقبل اعتذارك يا ما تقبلوش. يعني مشكلة هتتحل لما اعتذر لها؟ أيوان. أوكي، شوفي يا شابة رجاء، أنا بصراحة حبيبتي عايز اوعى تقولها. أنت كده بتهين نفسك. مش بتهين نفسك وبس، أنت كده بتهين جموع الرجالة بالاعتذار ده. يا عم الأفوارة دي كلها يا حاج أوفر، ده اعتذار كلمة بسيطة. يعني الكلمة البسيطة دي هتسبب في التوتر بين الرجالة والستات، وهتخلي الستات تركب وتدلدل رجليها كمان. تركب وتدلدل؟ أمال؟ لا، الدلدلة دي حكاية، لا محدش يدلدل فوقي أبدا. مش هعتذر. نعم بتقول إيه؟ مش هعتذر. متأكد؟ شور. أورايت أورايت جوجو. ها. جمدي قلبك واطلبي الطلاق. اطلبي الطلاق يا جوجو. طلاق يلا. ها ماتي طلقني. وافق. انت شايف كده؟ امال مش انا موافق؟ لا 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 لا. عيني قلب امك. بس بس خلاص، حلوه قوي كده. بنتنا عندنا، بنتنا عندنا لحد ما تعرفوا قيمتها وتيجوا تاخدوها. يلا يا جوجو. ثانية واحدة، وانا هبات فين؟ مات مطرح ما تبات يا اخويا، مطرح ما تحط راسك حط رجليك. انا مالي؟ جوجو هتبات في حضني النهاردة. ايوه هي قالت بنتنا عندهم. وابننا هيبقى عندنا احتمال. طب بقولك ايه؟ ايه؟ انا كمان هبات في حضنك النهاردة. ايه القرف ده؟ لا يا راجل. تعالي يا حبيبتي تعالي، خليني شوية. تعالي يا جوجو، يمكن يرجع في كلامه. اجمتي حبيبتي اجمتي، راسك فوق. باي 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 باي.